كرة السلة في نادي الزمالك على مدار التاريخ كانت وما زالت ضيف دايم على منصات التتويج المحلية والإفريقية، ووصلت كمان للعالمية. علشان كده هتاف صباح الخير صباح النصر، احنا ملوك السلة في مصر، بقى ماركة مسجلة باسم فريق كرة السلة الزملكاوية اللي قدم أساطير ونجوم كتير قدروا يحققوا بطولات وإنجازات. واحد من الأساطير دول هو الكابتن حمدي عثمان اللي استحق أن يكون بطل قصتنا في ملوك الصلاة. حمدي عثمان ابن مركز فقوس في محافظة الشرقية، اللي ظهرت موهبته في لعبة العمالقة من وهو طفل صغير، فقرر يجهز شنطته ويسافر على القاهرة علشان تفتح ليه الدنيا أحضنها وينضم لنادي الزمالك وتبتدي حكاية نجم عملاق في قلعة البطولات. انضم حمدي عثمان لقطاع الناشئين في نادي الزمالك سنة 1970 وقضى فيه 3 سنين، بعدها اتصعد للفريق الأول وبقى واحد من نجومه علشان كان ملك الثلاثيات ونجم في المتابعات وموهوب في الرميات، وكتب لنفسه تاريخ عظيم وحقق ألقاب وبطولات هتفضل شاهدة على واحد من نجوم الجيل الذهبي في نادي الزمالك. ملك الثلاثيات زي ما كانت بتسميه الجماهير الزملكاوية، كان كمان واحد من نجوم منتخب مصر بعد التألق مع الزمالك، ولعب أكثر من 400 مباراة دولية بتيشيرت الفراعنة في جميع البطولات، ولف مع منتخب مصر العالم كله، وتم اختياره ضمن قائمة منتخب إفريقيا سنة 1977. إنجازات وألقاب وحكايات حمدي عثمان مع كرة السلة في الزمالك ومنتخب مصر حطته ضمن عظماء اللعبة، وتم منحه وسام الرياضة من الطبقة الثانية ونوط الامتياز من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل أنور السادات. حمدي عثمان هيفضل أيقونة وعلامة من علامات كرة السلة في نادي الزمالك وواحد من عمالقة اللعبة في قلعة البطولات.